ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على برج القوس، وبرج القوس ازاي ان احنا نكون عندنا راحة بال، وازاي نكون سعداء، وازاي نكون مبسوطين، ازاي يكون عندنا حالة من المزاج العالي. اتكلمت على سلسلة الابراج، واتكلمت على ابراج كتير، والنهاردة جه وقت اتكلم على برج القوس. برج القوس من اول الاشياء اللي بالفعل تخلينا عندنا راحة بال ونفسية ايجابية، وعندنا حالة من المزاج العالي، ومستقبلين اليوم بتاعنا بشكل حلو وطاقة ايجابية بمعنى اصح. اول الحاجات عايزه اقولها في البدايه، نام نوم كافي. برج القوس بالذات لو ما نامش الوقت بتاعه يقوم متعفرت، يعني يحس ان هو جسمه مش واخد راحته، فيبدا ان اي حد يكلمه هيدب فيك لان هو مش مرتاح، جسمه مش مرتاح. برج القوس من النوع اللي بيحب دايما يكون مكيف الطاسه، عندنا في مصر بنقولها كده، يعني دماغه تكون قد ايه مرتاحة، يكون نايم وقت كافي، يكون مرتاح، جسمه مرتاح، يكون بعد وقت شغل كبير لازم انام، اخد الدش بتاعي وانام. فده برج القوس بالفعل. فلازم يا برج القوس ان انت تريح جسمك، انك ترتاح، لانه بيريح فكرك، لانه بيريح اعصابك. فدي خطوة مهمة جدا. انا هتكلم على 8 خطوات عامة، فدي اول حاجة. تاني نقطة، برج القوس برضو حاجة برضو غريبة جدا، وهي الاكل، انك تاكل اكل بتحبه، انك تغير في نوعية الاكل. يعني برج القوس ما تاكلش الاكل اللي انت اكلته النهاردة، ما تعدوش تاني بكرة، لان انت بتحس ان انت مخنوق كده ومتضايق ونفسيتك مش حلوة. اما لما تيجي تاكل اكلة النهاردة حلوة وبكرة اكلة غيرها اساسا وبرضو تكون اكلة حلوة، ده بيغير في نفسيتك. يعني معنى كده ان برج القوس بيتأثر قوي قوي باموره الحياتية البسيطة جدا. يعني النوم ده ممكن يقلق راحتك، نظام الاكل او نظام الغذاء يقلق راحتك، فده مهم جدا. يعني ناكل الاكل اللي بنحبه، نشرب الشرب اللي احنا بنحبه، العصاير الفريش. اللي بيسمعني بقى ومرتبط ببرج القوس لازم تعرفوا قوي قوي الخطوات دي، دايما غير لهم في الاكل، اعملوا لهم اصناف معينه، يكون في عصاير فريش كتير، الحاجات دي بتظبط دماغ برج القوس. طيب الحاجة رقم 3 مهمة جدا جدا، برج القوس عندنا فكرة التسرع، دايما متسرعين في القرار، في الكلام، في ان احنا نتنرفز بسرعة، نتعصب بسرعة، اقل حاجة ممكن تنرفزنا، اقل حاجة ممكن شخص يوقعنا في الغلط بالطريقة. ففكرة التسرع لازم اتجنبها، لازم يكون عندي برود، لازم ان انا اكون عندي فكرة اني انا افكر في الموضوع قبل ما اتكلم، لازم اكون عندي قدرة على الاختيار بشكل قوي قبل ما اختار، لازم ادرس الموضوع. فكل الحاجات دي مهمة، فكرة التسرع مقلقة وهتكون سبب لمشاكل كبير، فلازم اتجنبها عشان اكون عندي راحة بال بشكل قوي. كمان في حاجة تانية او الخطوة اللي بعد كده، وهي ان انا لازم اخلي بالي جدا واحذر جدا 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 يا برج القوس من تأثير كلام الاخرين عليا. يعني برج القوس انت بتعمل في الاخر اللي في دماغك، بس بتتأثر بالكلام، بتتأثر جدا لما حد يجي يقولك الفلان ده مش كويس، الفلان ده بيعمل كذا وبيعمل كذا، او الفلان ده بيقول عليك كلام مش كويس، فانك تتأثر. لما حد بيجي يكلمك في موضوع معين بتتأثر، لو حد حاول انه يحط جواك طاقة سلبية ممكن تتأثر. فلازم اخلي بالي جدا جدا من حتة اني انا اسمع لحد، اسمع لنفسك. انت برج ذكي جدا، برج واضح مع نفسك، يمكن كتير من اصحاب برج القوس نقطة مشكلة في حياتهم ان ممكن يكون حد من قرايبنا، من اصدقائنا، من الناس المقربين، ان احنا نسمع منهم وبنقع في الاخر وبنزعل في الاخر على ان احنا سمعنا كلامهم، فدي مشكلة كبيرة جدا يا برج القوس لازم نتجنبها. طيب الحاجة اللي بعد كده او الخطوة اللي بعد كده، هي انك تدور على الصحبة الكويسة، دور على الصحبة او الاشخاص المقربين ليك، خليهم يكونوا متميزين، خليهم دايما يكونوا انت بتحبهم وهم بيحبوك، يعني اختارهم على عناية بشكل قوي، احسن اختيارهم. في اشخاص ممكن يضايقوك، ينرفزوك، يكون في مبدأ الغيرة، او ان ممكن يكون عندهم احقاد عليك، لازم انت تتجنبها. برج القوس الموضوع في ايدك مش في ايد اي حد تاني، انت اللي تختار الصحبة اللي حواليك او المقربين ليك،
تختار كويس جدا جدا مين اللي تدخله بيتك، مين اللي ترفض ان هو يخش بيتك. الحاجات دي مهمة جدا جدا ان احنا نعملها يا برج القوس. برج القوس اساسا انت ممكن يكون عندك صحبة ينتقدوك، او صحبة يكونوا عندهم غيرة من طريقة المرح بتاعتك، من طريقة حب الناس ليك، لطريقتك، لافعالك، لحركاتك، لحبك للظهور والقعدة وان الاضواء تكون متسلطة عليك. حب دايما او صاحب دايما او خلي المقربين ليك اللي هم يحبوا قعدتك، مش اللي يبقى فيه غيره ونفسنا منك في المواضيع دي، او ان يكون شايفينك انك بتنجح لان انت بتحب النجاح جدا وشخص طموح جدا، فيبدا برضو ان يكون عندهم غيره، يعني نبتعد عن الغيره والاشخاص الحاقده، وفي نفس الوقت نختار بعنايه مين اللي يقربوا مننا. زي بالظبط على فكره نفس برضو الخطوه دي مهمه جدا ان احنا نختار الشخص اللي نحبه بعناية. يعني لازم تدرس الشخص اللي انت بتحبه ده، لازم قبل ما اكون ارتبط بفلان او فلانة لازم اكون عندي علم وعندي تحليل ودراسة للشخصية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت ممكن تنجذب للشخصية الخارجية، تنجذب جدا للمظهر، للشكل، يعني شكلها حلو لطيفة، او ان هو شكله حلو، او مش عارف. الحاجات دي صعب جدا ان احنا نركز عليها، بس انت ممكن تركز على الشخصية نفسها، على التعامل، لان ده المهم جدا. ليه بقى؟ برج القوس انت عندك طريقة معينة وبتميل الى العصبية، وعندك متطلبات شخصية او في الامور النفسية بتاعتك بتكون محتاج جدا ان حد يطبطب على نفسيتك، او فيما المعنى ان حد يطبطب على نفسيتك بالطريقة، بالتعامل، بالرومانسية، بالعاطفة نفسها، لكن مش بالشكل والمظهر. احذروا جدا من اختيار الشكل والمظهر، احسنوا الاختيار في الشخص من جوائي، لان انتوا هتيجوا بعد كده بعد ما نرتبط بالشخصية هيكون كل همكم التعامل ايه، ونفسيتك تكون متقبلة ده ولا مش متقبلة ده، ويكون في تفاهم بيننا ولا لا. فاحسنوا اختيار الحبيب جدا جدا عشان ما يحصلش مشاكل عاطفية فيما بعد، او بعد الزواج يحصل انفصال، او ايا كان لا قدر الله. طبعا عامة برج القوس في شيء تاني مهم، برج القوس انتوا طموحين جدا، وزي ما قلنا ان انتوا بتحبوا الشغل، ومن النوع اللي بيحب جدا ان هو يعمل مشاريع، يعمل دراسة لموضوع معين، يكون متميزين في شغلنا، نكون قد ايه ايجابيين، نكون نوصل لحلم كبير او نوصل لاهدافنا. فده شيء متميز جدا عند برج القوس. الهدف من النقطة دي او الخطوة دي انك اشتغل بالفعل، استغل عمرك او عمرك يا برج القوس. يعني طول ما انتوا بتستغلوا عمركم وبتستغلوا صحتكم في اني انا هشتغل، اني اقوى بنفسي، اني اعمل مشروع معين، اني اعمل احقق ذاتي، اني انا اكبر، ان انا اترقى، اني انا ادرس بشكل قوي، ان انا اخد كورسات عشان اكون بنمي نفسي وانجح بشكل متميز. الحاجات دي مهمة جدا 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 لانها هتحسسك بقيمة نفسك، هتخلي عندك ثقة في النفس زيادة، هتخلي كلمتك مدروسة، هتخلي ان انت طموحك انت قادر توصله بشكل بسيط وسلس، هيخليك ان انت قادر تفكر في المواضيع دي اللي هي النجاحات عامة، وتتجنب المشاكل او العراقيل اللي ممكن تقابلك من الامور الحياتية، او حتى المشاكل العائلية اللي ممكن تكون بتقابلك، او من الاحقاد، او حاجات كتير جدا. فده مهم جدا يا برج القوس ان احنا ناخد بالنا من الخطوة دي. طب الخطوة الأخيرة يا برج القوس مهمة جدا وعايزاكم تركزوا فيها بشكل قوي، والخطوات دي حقيقي صدقوني ان هي بالفعل اكيد ان هي هتساعدكم كتير على راحة البال وتحقيق الطاقة الإيجابية والنفسية الإيجابية اللي هتخليكم متميزين وسعداء وتجيب لكم تفاؤل اكتر. برج القوس هو النقطة المهمة ان احنا ما نشتريش زعل حد، انك دايما يا برج القوس ممكن يكون في اشخاص مستفزين جدا، ولكن بعاطفتك عشان ممكن يكون الشخص ده مقرب منك، او ان انت الشخص ده بتحبه جدا، فيحز في نفسيتك، تتأثر قوي قوي، تزعل عليه، تبدأ ان انت تفكر فيه بشكل كبير قوي، لدرجة ان وقت النوم او وقت ما بتيجي تنام عشان ترتاح بتبدأ ان انت تفكر فيه كتير، ما بتعرفش ترتاح في نومك ولا في اكلك ولا في شربك بسبب ان انت شاري زعل حد. طيب فكرت او فكرتي ان الشخص اللي انت شاري زعله ده هو كمان شاري زعلك ولا لا؟ ما هو لو انتوا اللي غلطانين هقول لكم ان احنا نعتذر وخلاص، لان الاعتذار ده شيء محترم، انا بشوفه شيء محترم، لو انا غلطت هعتذر، ولكن فكرة اني انا ما غلطتش، هو شخص مثلا مش لطيف، شخص مش كويس، بيجي عليا، او ما يتفلق، يعني
فاللي هو ما تشتريش زعل حد مش شاري زعلك يا برج القوس. دايما خلي بالك جدا جدا ان انت ليك حقوق على نفسك، قلبك ده ليك حقوق عليه، فانت خليك ما تزعلش من حد، اللي يزعل منك هو اللي يتفلق. خلي دايما يكون عندك فكرة ان القوة وفكرة ان انت تكون اقوى من اللي اذاك، اقوى من الشخص اللي بيجي عليك عشان عارف ان انت بتحبه فبيستغلك فبيستقوى عليك، فعنده مثلا حب تملك فبيقيدك او بيقيد حريتك. ابدأ اعمل لنفسك شخصية قوية جدا جدا يا برج القوس، استمتع بحياتك، ما تفكرش في اللي اذاك، ما تشتريش زعل حد مش شاري زعلك يا برج القوس. ده نقطة مهمة جدا. برج القوس انا بتمنى جدا ان انا اكون فدتكم، وبتمنى جدا ان انا اكون عند حسن ظنكم ويكون الموضوع ده عجبكم، بس منتظرة في التعليقات تقولوا لي رأيكم على الموضوع ده. بشكركم جدا وبحبكم جدا 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 جدا. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.